قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. تابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم من مقر الجحش المحشي في بريطانيا، تلبية للمضجع الأعلى السبت تنقاني. قررنا إنشاء الجحش المحشي فرع بريطانيا، حطينا العلمين العراقي والإيرلندي مع جماعة محازم، هم إيرلنديين تعرفون أصلهم إيرلندي، ولهذا نشارككم هذه المعارك اللي راح تصير قريبا، ونحب أول شيء نذكركم بكلام أنا قلته قبل سنوات، كانت نصيحة لمن يحكم كردستان العراق، إن كان مسعود برزاني أو جماعة الطلباني. قلنا لكم إخواننا وأهلنا وأحبتنا هذول جحش المحشي وفتواهم الجهاد الوقافي اللي فساها الفسوة سماحة المضجع الأعلى السبت تنقاني من قال روحوا حرروا. التحرير بالنسبة لهم كان هدم المدن، وأنتوا شفتوا حال الموصل والأنبار وديالة وتكريت وكل محافظة يسموها ناصبية دمروها عن بكرة أبيها. وقلت لكم يا أخواننا في كردستان ترى ما راح يخلوكم ترتاحون، راح يسووا لكم فيلم، هذا الفيلم بحجة قصف إيراني، بحجة دخول جيش إيراني، بحجة أي شيء. ارجعوا إلى الفيديوهات السابقة راح تشوفون كلامي قاعد يتطبق اليوم، حتى تعرفون أنا معصوم ومن الناس اللي حافظني الرضا. والسيد السبت تنقاني قاعد يم اليوم يقول ما أطلع لأن أنا مصلخ وعيب أطلع مصلخ، فراح بس كوميونيكيشن ماكو نسويه بالبلوتوث والتكس مسج وهالشغلات. فيا كردستان العراق تتذكرون قلت لكم هذول ما راح يخلوكم تعيشون بأمان، راح يهدمون كل طابوقة وكل شارع بنيتوه في أربيل، سليمانية، دهوك، زاخو، وما راح يخلوكم تعيشون بسلام. وكلامي بدا يتطبق وده يصير على ارض الواقع، بحجه هسه تذكروا، هسه تذكروا يحطون ما يسمى بالجيش اللي هو غالبيته ميليشيات، ما نقول كله بس غالبيته، على الحدود العراقية الإيرانية التركية، أنا على أبو تركيا مقدبوا إيران، وبهذه الطريقة راح يحركون الجحش المحشي بحجة الدفاع. طبعا الخريطة راح تتغير لأن أول مرة حبيبي ابن محازم أول واحد إجانا على التيك توك، وهذا بلوك بطعم المضجعية ماتك، روح يمها، روح شوف لك بتم حازم، روح شوف لك باسم الكهربائي والطم يمه جابك. احنا عندنا احنا ناس بعثية دواعش نواصب موالين وهاي الكليشة اللي انتو حافظيها. قلنا لكم يا كردستان احذروا، هسه ايش طلعوا لكم؟ دا يقول لكم انتم مو كنتوا تريدون تنفصلون، انتم مو عندكم بيشمركه، انتم مو قاعدين تسرقون ثروات العراق، وانتم روحوا دافعوا عن نفسكم. ايران لو حكينا بالقانون الدولي وقعت معاهده
وقف اطلاق النار مع الحكومة السابقة، وتم تسجيل وقف اطلاق النار في الأمم المتحدة. وهذا القصف الذي يصير على كردستان، احنا منا شغلة اقليم وانفصال، هذا جزء من العراق، جزء من العراق. ولو كان عندنا دولة، ولو كان عندنا دولة مثل باقي الدول، من يصير عليها هجوم الجيش والدولة تستنكر، ترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن، وتعدي، هذا تعدي صريح على سيادة بلد، وإحنا عندنا سيادة من 2003. المهم بدنا نحكي بالقانون اللي هو لازم يطبق. فلا شفنا محمد الشياع البيتنجاني ندد، بس عرف يسوي تويتر بفوز المنتخب الأرجنتيني، يعني البيتنجاني اللي هو يتبع إلى إيران. ما شفنا أي واحد إلا بالقصف التركي ينددون، بالقصف الإيراني غلس سوي نفسك ميت. وارجع واقول ان على ابو تركيا على مقدبه ايران، هذا البلد يوم على يوم دا يضيع. لا بيشمرقه راح تحمي، ولا ما يسمى بالجيش العراقي راح يحمي، وتهديد علني من قاعاني بهجوم بري، ومعطي مهله شهر الى ما يسمى بالحكومه اللا عراقيه وزعامات الكرد الحرامية، بأنه إذا ما طلعون الأحزاب الكردية اللي يقولون عليها قاعد تسوي الثورة داخل إيران راح نسوي هجوم بري. هذا تهديد علني، والقصف يشهد بأنه تم اختراق الحدود الدولية بين إيران والعراق. تطلع إن أم عباس اللي هي سفيرة أمريكا في إقليم العراق الإيراني تندد وتقول احنا دائما مع العراق ومع سيادة العراق ومع مع، وهذا اللغوة جايفة. في وقت الرئيس صدام حتى يحفظون كردستان سووا نو فلاي زون، يعني منطقة ما بها طيران ولا جيش يدخل لها ولا أبد. نور السجودي ابن محازم، نورت ولد محازم، جابكم هنا ولد محازم، ترى محضر لكم أغنية، هذا راح يصير بالنهاية. بالنهاية فأم عباس سفيرة أمريكا تطلع تقول سيادة العراق وإحنا مع كذا وإحنا مع كذا، وما شفنا لا شيء اجا ولا ابد. اللي قدروا يسووه والله راح نسوي، راح نعطي للكردستان منظومات دفاعية، يعني مرة ثانية تعالوا اشتروا اسلحتنا لحد ما يحلبون كردستان ويوقعون قادة كردستان على النفط والغاز المتواجد هناك، وعاشوا عيشة سعيدة. العراق من شماله الى جنوب انباع، وإيران راح تدخل. تركيا وإيران متفقين على العراق، لأن تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، وإيران ضد الأكراد الإيرانيين المعارضين. اثنيناتهم اتفقوا على تدمير كردستان العراق، وكل التطور والبناء اللي حصل في كردستان العراق راح يطير. الأيام بيننا، وراح نشوف الكلام هذا صح أو غلط، أو مثل ما يطلعون دول المحللين السياسيين اللي ذبحونا بالقنوات، لازم كذا نسوي. زين وين العروبي؟ العروبي اللي يدور العروبة والحكي والعراق والعراق، السيد البوبز يعني الصدر بالعربي، البوبز بالانجليزي،
ما شفنا ندد، ما شفنا كذا. هسه يطلع لي واحد أرجنتيني إيرلندي مثل هذا العلم ويقول أنت قاعد تدافع لأن أنت أصلك كردي. أنا إذا انقصفت البصرة، الأنبار، الكوت، العمارة، أطلع أسوي فيديو مثل ما دا أحكي العراق كله واحد. بس أنتو اللي جبتوا المحتل جماعة تعالوا احتلونا وقسمتوها شيعة وسنة وكراد، وكل واحد أخذ له حصة من الكيكة العراق وخلى الشعب العراقي من شمال إلى جنوبه شرقه إلى غربه جوعان ويمشي ورا فتات اللي يشمرول هي. أريد نسمع المرجع الأعلى اللي أطلع الجهاد الوقافي بقصد محاربة الدواعش، والسفيرة الأمريكية تقول احنا باقين في العراق وباقين ندعم الحكومة اللاعراقية على مود الدواعش وما دواعش. انت تعرفون الدواعش هم إيران والقاعدة هم إيران وكل هذول الزبالات تنظيمات عالمية جوي إلى هذا البلد لتدمير نهائيا. وإذا تسألون محمد البلبولي أو البلبوسي قل له هذه الصحراء اللي بالرمادي اللي قاعد كل مخلفات الأسلحة النووية اللي قاعد يطمروها هناك منو وافق عليها ومنو عقد الصفقة معاهم ومنو قبض المليارات على مود يتخلصون من زبالات العالم النووية ويجون يشمروها عندنا بالبلد في العراق. تعرفون هذه المخلفات شو تسوي؟ هذا تهدم وتدمر البلد إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. فكردستان راح تصير حالها حال الموصل، حالها حال كل المدن اللي دمروها. والأيام بيننا، والأيام راح تشوف كلامي صح ولا غلط. بالمناسبة أنا أشكر هذا الخبير العسكري اللي ذكرنا اسمه ذيك المرة أبو لية، تذكرون؟ أنا نصحته نصيحة، تذكرون من قلت له أنت صابغ القيطان وعايف القندرة؟ تذكرون؟ شوفوا، صابغ القيطان وعايف القندرة، هذا القيطان أسود والقندرة بيضة. البارحة سوى صبغ القيطان وشال القندرة، فمبروك عليك، صاير باحث استراتيجي وده يقرأ كتابي. راح نخليك تقرأ 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 وهذه، وبعدين قناتك راح يستودعها الله. احنا ده نخليك هسه وشوية خلي الناس هذول اللي قاعد تصفق لك وقاعد تقول لك يعني والله هاي شوفوا، لأن انت قلت له انت صابغ القيطان وعايف القندرة، شوفوا القندرة بيضاء والقيطان أسود، انت غير عسكري. اكو واحد يصبغ القيطان وعوف القندرة، فسمع كلامي هاي البارحة شال القندرة وخلى القيطان. مياحي مياحي بعد، وين هذا ابن الكبير مالتكم ذاك اليوم حشينا وياه؟ كان واحد كبير مالتكم قلنا لكم، هو يقول لي وين الكبير مالتكم؟ أنا رحت دورت، هو قال مياحي شفت الكبير مالتهم، قلت لازم أحشي وياه هذا الكبير مالتهم، قعدت حكيت وياه. يا امام حبيبي انا مياحي وافتكر كل الفخر. لا يا والله على راسي انتم يا حبيبي. فاحنا رحنا حكينا ويا الكبير مالته، اتصور الكبير مالتهم قال له عيب انت صابغ القيطان وعايف القندره، ف
سمع كلامه زين القندرة وصبغ القيطان. فالمهم فأني دتعرفون كلامي دا يوصل لابو القيطان والمصطال وللمضاجع وما عندهم شي غير تبليغات ديسلايك. هي هذا أكبر إنجازات عندهم، أكبر إنجازات يسووها. فأني اليوم بعد استلام فسوى السبت تنقاني اللي هو ضيف عندي هنا ويفسينا دائما، هاي من أجل اليوم تارس البيت فسو و24 ساعة قاعد بالتواليت يعلف فسو يقول هذه للموالين وهذه الفساوي حتى أخاف أموت بعد 4000 سنة إن شاء الله من تنقرض البشرية، هم هو باقي فسي للكون وللكذا. هذا اتفضل. أحلى شيء بولدهم حازم لين يعرف أصلا مو عراقي، دائما يكتب اسمه العراقي وراء اسمه لأن مو عراقي. عقدة نقص عندهم، عقدة نقص عندهم. ولدهم حازم، ولدهم حازم يعني أنت تخلفين وتشمرين علينا، ها؟ تخلفين وتشمرين علينا. أنا لقيت، أنا أشكر الأهل دزولي صورة من شن الطفل بعدني ما مولود، بس قالوا لي ولد حازم بالمستقبل راح يوقفوا لك وراح يسبوك. فصورة كان عندي من بطفولتي هذه، ما أعرف يعني إذا تشوفوها إذا تلاحظون هذه الصورة، هذا كان ردي الولد حازم بعدني بالقماط. يلا هذا مو إنجاز، هاي مو معجزة، إنجاز لو لا، معجزة لو لا. أنا أعرف ولدهم حازم لازم يتليفون يومية، إذا ما يتليفون يومية شي يصيحون، شي يصيحون، ها شي يصيحون، شي يصيحون، هاي يصيحوا ماكو. أي وحدة تلزمها رأساً يستلموها جماعة المعجزات. بس انتو شفتوا هذه المعجزة، معجزة ترى بالطفولة ماتي، معجزة معجزة قالوا على ولد حازم هاك. هذا كان التغريدة ماتي لهم، كان ماكو تويتر وهذه، فالتغريدة ماتي كانت بإصبعي المبارك. سجودي ابن ولدم حازم، سجودي 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 الكهربائي يا بشون نشخو. خل طبعا ضربوه ببلوك وقام يصيح هاي ليش طلعي شنو بابا عيب عيب شنو لك والله محضر لكم أغنية اكو واحد ناصب يدز لي اياها يعني شوي خلي يشغل لكم اياها ولو هو مقطع صغير قبل ما نروح الى الفساوي المباركة اللي محضرين لكم اياها الليله. نسمعكم مقطع من عندها ولو يعني. يلا ايدك لي فوق حبيبي، شويه ايدك لي فوق. النشيد الوطني هذا شويه على كيفك، ايدك لي فوق، ايدك لي فوق. اسمع 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 اسمع، انت لازم ايدك لي فوق هسه حبيبي. اسمع 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 الكلمات الراقيه مال ولد حازم. اسمع 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 الكلمات. اسمع 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 اسمع. انا ما حكيت، انا ما حكيت. هذه السلام الجمهوري مع الولد حازم من يطبون بالمكان. اسمع انا ما حكيت لك عيب بابا، شنو تطلع لك لك نبقى عليهم فاضل احسن. وبهذه المناسبة إن شاء الله إحنا بعد ما نعطيها كم فسوة وصلتنا لازم نوصلها لأن السيد المضجع الأعلى زين من بريطانيا دي يقول لكم ها ترى هو يقرأ الكومينات مالتكم. شوف
أنا مالي شغلة، هذا السيد يسلم عليكم. أنا أوصل لكم ما يوصلني، فأي شيء أنتوا تحسبوا علي يعني مالي شغلة، ناقل الكفر ليس بكافر مثل ما يقولون. زين، أنتوا أحبابنا، بس والله هذا عجبني. سمعت الكلام هسه مو؟ الله حبيبي زين الجسم القندرة، ليش هيك؟ ليش سجودي حبيبي سجودي، لو تدخل بمليون حساب يمتعوك ويخلوك تصيح يا ابو فاضل للصبح للصبح، تعرف يعني؟ شوف هذا اللي جابتك زين واقفة قدام عمار الحكيم، والمؤمن عمار الحكيم يقول اللهم اجعلها بقرة ولكن حلوب. زين سرسرية سجودي، هو انت اسمك سجودي يعني اسمك هو؟ اخ سجودي حبيبي سجودي، انت هم من اطفال الخطية اللي عفتهم مو؟ انت من اطفال الخطية اللي عفتهم؟ هسه تطلع ما قل له، انا قلت له الوالد، قلت له ليش ايش تسوون بيها؟ ليش يعني؟ اخ انا اتذكرها ام سجودي اول ليله قامت تصيح يعني خبلتني، اقول لها عيب بابا الجوارين تبقى هي، ماكو ابد ابد ولا عافت هاي، بس الصيح يعني بس. أقول يا معودة أم سجودي عيب، بيصير ما يفيد. هزاع طلعت من معارفك، أنا أعتذر بس يعني أنا تعرف قبلك، بس أم سجودي يعني غالية علينا لازم. أولا السيد المضجع الأعلى، تعرفون اللطم حلال، فأفسى بفسوة قال بمحرم الجديد لازم يطبقوها، وبعت لي فيديو للي دزولية لازم يطبقوه باللطمية الجديدة مع الباسم الكهربائي. فاللطمية مثل هذا، أنا مالي شغلة. بالنعل أعيد لكم إياها، يلا شوف بالنعل. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، بوصل لكم اللطميات بمحرم الجاي شلون راح تصير. نجي للفساوي اللي دزها المصجع الأعلى، قال أعرضها على الموالين وخلي يشوفون الفساوي ماتي توصلهم ولا لا. فهذه يا رسول الله، ايه؟ ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ نعم، ما يحتاج العبادة، إن الله غني عن عبادة، ما يحتاج لا صلاتك ولا صومك. الله ما يحتاج لا صلاتك ولا صومك، يحتاج الصلاة نعلم خلقنا العبد إلا لا ترحون بعيد. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا شنو يعرفون؟ أي يعني الصلاة والصوم الله ما محتاج، يقول لك انت لا تصلي لي، انت لازم تعرف قدر فاطمة. اي انا مالي شغلة، هو ده يقول لك هيجي. واكو رواية جدا انا تأثرت بيها بحيث دموعي من البارحة لليوم ما وقفت. انا احب هذه القناة، تعرفون ليش؟ لأن بس الأحرار بيها، الذيول ينكفخون. اللي يريد يعرف العراق شلون وليش وصل لهذه الدرجة، أنا دا أعرض لكم إياها، دا أعرض التخلف، دا أعرض اللي دا وصل العراق لهذه الدرجة. اللي يريد يفتح مخه أهلا وسهلا، واللي ما يريد يفتح مخه ويبقى لطام ويبقى يدور ورا السيد
وسوى السيد وحش السيد وما عرف شنو، ابقوا وراهم. حبيبي مازن الغالي، استاذ مازن نورت نورت يا الغالي نورت. فهذه انا لله وانا اليه راجعون. اسمع، بامكانك ان تقول انا للحسين وانا الى الحسين لراجعون. زين، هاي شو تحط له الطيب؟ إنا لمحمد المصطفى. اسمع. وإنا لمحمد المصطفى راجعون. نعم. إنا للزهراء وإننا إلى الزهراء لراجعون. إننا للحسن وإنا للحسن راجعون. إننا لحضرة المرتضى علي وإنا لحضرة المرتضى. مرتضى منو هذا؟ ابن مرتضى. لا تنسون اللطم هالسنة. اللطم هالسنة هي. لبيك يا حسين. تحكي يقول لك اترد آل البيت. هذا مو مازن، هذا واحد داخل باسمه. تحياتي لأخويا مازن واللي داخل بغير اسم مازن. شحط بيك. حتى السستاني ما عنده بلبول حتى حطه بيك. ولد محازم، لك ولد محازم شلون وياكم اني؟ ست قناتك؟ المرايا ما ابن محازم مسوي علي مازن ليش هيجي؟ تمتعوا بيك. ابن محازم ايات هذه فساوي، اذا ما ننقلها للموالين ما يصير. أنا أنت رجل دين لو رجل سياسة؟ أنا رجل بالحجز الشعبي، جحش المحشي مالتكم اللي تعبدوا. ولد محازم هذا سخرية مرفوضة. يلا دروح أنت، روح شوف لك حوزة أقعد بيها. يقول لي سخرية، والله ما حد طيح حظ العراق غيركم، والله ما حد طيح حظ العراق غيركم. ولد محازم، ولد محازم تحكي على السيد؟ لا حرام تحكي على السيد، مو على ابوكم يا ابو السيد يا ابو سحت السوداء. شو اقول؟ الله يرحمك صدام، ما اقول غير شيء، ما اقول غير شيء. اذا شيلهم كانت تطيهم فيس، تفتح لهم حوزات وسيارات مرسيدس كل سنة. بس الله يرحمك، ما نقول غير شيء. الله يرحمك، الله يرحمك. داقب خلي هفك بفسوة. كلام معصوم. اسمع، رواياتكم تأخذوها من أهل البيت. نعم. اللي ينقلها معصوم حبيبي. حبيبي إمام. نعم معصوم. إمام بفسوة. يعني الكون كله أمام المعصوم منفتح، لا تخفى عليه خافية. الله أعطى هذه القدرة. إيه. المعصوم ما تخفى عليه خافية في الوجود. أقول لكم البث مالتنا شو متروس ضبان اليوم، ضبان المرجعية. ولد محازم، ولد محازم لكم، ولد محازم ترى الأدمنية خلوكم الصيحون، يعني للصبح للصبح تخلوكم الصيحون. هاي 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 يمكم، روحوا يمها. ولد محازم ايش عندكم هنا؟ ايش مكتوب عليها؟ قناة باسم الكهربائي ايش مكتوب عليها؟ حسينية عبد الزهرة معروف منو ايش مكتوب عليها؟ هي العتبة الرمانية للمضجع الأعلى لطيف الحسين السبتة تنقاني. صح أنا مرجع جديد، بس ما يصير هيجي. ترى أدمنية والله خبلوكم، يعني شلون ما تطبوني شيء. هاي للصبح يصير. تفضل، هذا جاك واحد ثاني. يلا استلم استلم استلم. أدمنية الضبان مشتغل، أدمنية يا معودين الضبان، يا معودين الضبان، ضبان الضبانة ويل اليوم خطية، راح يموتون والله. طرحوا والله طرحوا،
شو ما مسمي نفسه صافي مثل هذا أحمد الخابط. إيه هز لك هزاع أنت صقار، أنت تخلي كل ولد حازم يصيحون للصبح للصبح للصبح. اليوم يا اليوم طرحوا كلهم، طرحوا كلهم اليوم، ولا وحدة تخلف. نرجع إلى رواياتنا الكريمة اللي جايتنا من السيد المصجع الأعلى اللي يقول لازم توصلها للموالين وتأسيس الجحش المحشي. قبل ما نروح، أكو معجزة حصلت وياي. شوفوا أني انولدت وقالوا لي الأهل شفنا يعني أم حازم راح يجي جماعة ولد أم حازم. أك هذا كان ردي الولد أم حازم. بعدين أكو معجزة حصلت لي، تعرفون أنا كنت وكح وما أقعد راحة، وتعرفوني كردي وأنا بالشمال كله صخور وجبال وكذا. فصارت عندي معجزة آمنت بيها، هم زين صوروا لي إياها يعني الأهل صوروا لي إياها ودزوا لي إياها. فأريد أراويكم المعجزة. اسمع أنا هاني كنت صغير أني دا صيح يعني اسمعوا دا صيح الحقلي الحقلي أويلي هذا. شفت بس صحت يا شناوة مديده هيجي وجاني بوجه النوري، يعني ماكو كل شيء ماكو بس نور هيجي يخشع، وخر الصخور وجارني. يلا مو معجزة، هاي مو معجزة، هذا مو انجاز. يعني انت بصرح يا شناوة رأسا يجيك بواحد هيجي حاط برقع ما ادري شنو حجاب. ولد حازم مدى أقول لكم أني سيد ولد حازم، شوف حتى هدوم الجحش المحشي مالتكم لابسة. لعنكم هبل. نرجع إلى رواياتنا المقدسة ونسمع. عندنا في هذا دا يحكي على الجري. الجري يقول حرام، وأني من عشاق الجري. ليش؟ لأن خليني أحكي وخليني يعني أنطق بما هو غير موجود على كل صفحات التواصل الاجتماعي كما يقول السيد الرضا. اسمعوا يحكي على الجري. أبنا نحن الشيعة حيوانات البحر يحرم أكلها، حرام باستثناء السمك الذي له فلس والربيان. زين أما بقية حيوانات البحر بأجمعها فهي محرمة. سمعتوا؟ بعد لحد يأكل سمك، لأن هو الرواية مات أنا أكمل لكم إياها. هم ليش ما يأكلون الجري؟ لأن ما بيها فلس. الفلس يعني هذا الحراشف مالتها والجلد المغطي. يقول الجري دبسز. ليش أدبسز؟ لأن ملسة، فدائما تتحارش بالسمك، فالسمكة الأدبسز حرام واحد يأكلها. يعني أي سمكة تفوت من يمها أدبسز، وهي ملسة تجي تتملس و يعني تريد تسوي شقلبان. فأحنا الموالين لازم ما نأكل الجري، حرام، لأن وحدة دبسيس سمكة بتشارع حرام واحد يأكلها. يعني قابلة تتاكل ببطنك وحدة بتشارع تدخل، ما يصير. يعني ما صدقون؟ يا الله هم هذي يعني هم دا يقولون خوماني دا جيبها من جيبي، قابلة غشكم؟ ما غشكم. هذا الجري يقول يعني ما بيها شو اسمه وتزحلق، فأي شيء عندهم يتزحلق حرام إلا شغلة واحدة محلليها، والشغلة اللي عندهم محلليها وتزحلق دائما يصيحون وراها. ها
هاي شغلاتهم. أنا ما لي شغلة، هم دا يصيحون. أنا الجري يعني الجرية تفوت من يم السمكة، واحد يريد يسوي شقلبان وتصيح، هذه ما لي شغلة. المهم إحدى الروايات الكريمة الثانية أريد نسمعها. عنوان حلقتي لهذا اليوم، نعم. الرافضي عيسى بن مريم الرافضي عيسى بن مريم، إخواننا المسيحيين، إخواننا وحبتنا المسيحيين، أطهر الناس اللي عاشرتهم. طلع عيسى بن مريم عليه السلام رافضي. أنا ما لي شغله، هو ده يقول انت شيء. اسمع اسمع، عنوان حلقتي لهذا اليوم، نعم. الرافضي عيسى بن مريم يعلن تشيعه، اللهم صل على، عن مقام أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، مع سليم ابن قيس الهلالي، نعم. يا دليل الزرع، يلا اتفضل. عيسى يعلن ولاءه، نعم، بالطاعة لصاحب العصر، نعم، صاحب العصر والرمال عليه السلام، نعم. لا يوجد نبي يصدق، نعم، عليه نبي، عليه نبي إلا أن يكون شيعيا، ما شيعي. كلهم شيعة، إيه إيه، نعم. جبرائيل شيعي، ميكائيل شيعي، كلهم، دردائيل شيعي، كلهم، عزرائيل شيعي، نعم. كل الواقع الديني هو شيعي، زين، جبرائيل، عزرائيل، الكل، الكل، مو شيعتنا هن نعرفهم، لا، شيعة الصين، هذول الإيرانيين اللي صنعوهم وقالوا لهم تعالوا هذول آل البيت جدي سوينا لكم إياهم وتبعوهم، وذولا مثل الطليان وراهم. قال الإمام وحكى الإمام، وقال الصادق، هو الصادق ما حاكي له يمكن كلمتين بس، سووا 10,000 رواية عليه. المهم بس والله هذا سمع كلام، شوفوا شون شان صابغ القيطان وعايف القندرة، وراها عاف القيطان وشال القندرة، والله عافية عليك شحماني أبو لية أرمي لاند، عيش حبيبي لك يا والله مسكين انت يا حبيبي، شو اسوي يا اخي، ما هي محازم فضحتهم، قابلاني اشتافات العباس وانا استوي متوضي، انا ما لي شغله، شلون شغله وياهم. يلا خلي شويه نكمل لكم هذه اللي اسمعها، يعني هذه يكو طلب خاص، ايه ما لي شغلة، أنا هو دي يقول هو راح أطلع لك عيب بابا، لك شلون شغلة مال شعبة لك عيب، لك عيب، لك عيب بابا، عن يعني يابا رقص رقص شوية سعوف اللطمية، لك شن، لك بطح بطح، لك شيء لك يا لك عريضة صيحة آخ، هذا الناصب اللي دزلي لك أغنية هذه، لو لا بلبو هذه، هذا راح أخوان راح نسويها هذه، سلام الجمهوري للعراق الجديد، زين، لأن هم كلهم عراض وكلهم يريدون يطلعوا، ما لي شغلة يعني هي عريضة مسجودة هذه اليوم الفيديو 2018، زين، فأسمع لك لك شنو عريضة عادية، أنا ما لي شغلة، أي والله يا إيدك لي فوق حبيبي، هاي اللطمية مال عاشور الجديد، زين، ما لي شغلة، راح لك لك شتش بقرب لك هاي عمي، لا عيب عيب يعني هاي شو شغلة بربكم، هذه أغنية، شوف الطرب العراقي وين وصل، وين وصل مسجود العريضة، الكهربائي وينك، خطية اليوم ولا واحد من عندهم حتى راح يقابر. لطيف يحيى الناصب البعث الداعشي الممول من كردستان وتركيا وإسرائيل والخليج، اللطمية مال هاي السنة جاية
يعني بدل ما يطلع باسم الكهربائي احنا سوينا لكم لطمية جديدة. و ايش اسوي لك ماكل دبس وراشي ايش اسوي لك؟ يعني انا مشيت بنصيحتك وكلت السيد، تعرف السيد ما عنده بلبول، قلت خلي، قلت له سيد تريد اجيب لك راشي وهالسوالف دبس وراشي؟ قال لي جيب. اي حتى من الموساد، اي انا اصلا الموساد هم يوميا دازيلي جنطة فلوس. فقلت له سيد تريد دبس وراشي؟ قال اي. والله جبت له دبس وراشي، ردت وكله قال لي لا انت ما توكلني انت ناصبي، اريد الرزة يجي يوكلني. خابرت على الرزة، الرزة قال لي ابو عمار يا ابو، قلت له ابو عمر، قال لا ابو عمار انتو كفار ماكو شيء، هذا عمر كسر ضلع الكسرة وما يفيد. وبعدين راح اعطيكم اسامي اولاد بيت الرسول عليه السلام جميعا من امه، حتى اراويكم الكلاوات الصينيه اللي مشوها على العالم. فوكلت، قلت له للرزيابة تعال، قال عندي مشغول اني يتمتع حسه خلال الدقيقتين ويجي وخلص. اجى الرزا، قعد الرزا تعرفون شع نور، قلت له يا ابو هذا خبز وراشي وكذا، قال هذا الراشي والدبس هذا الناصبي كذا اللي موجود ادمن بالقناة. قلت له ايه، قلت له السيد اريد، فانا حطيت له. فقام يوكله ويحجون وياهم، تعرفون دول معصومين اكو عندهم لغة بيناتهم ما اعرف عني شون. فسبحان الله قعد الصبح منبت عنده بلبول، بس بلبوله يختلف عن بلابل الباقين، بلبول على شكل نخلة ما أعرف بسبب شو اسمه. أكو واحد دا يدز لي ورد بالتيك توك بس اسمه يعني ما يعني شو ذكره، دخيل جدك، دخيل جدك معود غير اسمك رحمة للرزة. والله اسمه أبو شو اسمه اثنين تيجي. والله يا شعب العراقي رب التحشيش والله العظيم. يا محمد اي يا زعيب عيب. استغفر الله والشكر يا ربي، شلون شغله بهذا الاحد المبارك بصحتكم. وقال لك ليش تطلع الترابي؟ هو شعب كله طالع الترابي، شعب مطلع شو اسمه تيزين وقاعد. وابو تيزين قاعد ينزل ورد، تعيش ابو تيزين. شو شغله اليوم؟ ايش راح يخلصها ابو تيزين داخل القناه؟ ولد ام عازم مغرقيها. يلا اليوم يوم احد مبارك، يوم احد مبارك. والله شعب يحب الزحليقه يموت على الزحليقه. فوكل الدبس والراشي، والصبح طلع له شويه بلبول يشبه النخله. فقال لي تعال انت يا ناصب يفحصه، قلت له انجب لك عندك الرزا هو يقول لك. فالرزا قال لي هذا بلبول طالع له جديد مثل النخله. اي الحمد لله والشكر يا ربي، ان شاء الله يكبر بلبوله، لان ذبحني 24 ساعه بلبول يا معود افسي النفس وبيا خير. يا ابو والله مو اني ارمي لاند وحق مالي شغله اخوي. اعوذ من السستان الرجيم. فالمهم بلكي يكبر بلبوله ونزوجه ويعقل زين، حتى بعد زين ينبطح بطح لك شو شغلة هذه؟ لك شو شغلة؟ يعني برافكم أكو هيجي أغاني زين؟ أكو هيجي أغاني وإحنا جماعة الجحش المحشي زين؟ شوف هذا علم العراق الأصلي مو مال شو اسمه
شوفوا، وهذا مات الايرلنديين جماعة ولد حازم. لك يابا، لك والله، لك انت خزيتنا بهاي الاغنية. لك شنو هذا؟ احنا قدامنا جمهور جمهور جمهور. لك والله يعني انفضحنا، ولكم انفضحنا. شو اقول عليك قدام حسين؟ الف رحم على روحك. لك فدوى لعينك، كل هالمخابرات وهالجيش هذول ولد حازم يعني ما قدرت تقضي عليهم، كان ما صار اللي صار بالعراق، وحق الله كان ما صار اللي صار يا ابو. لك عمي اسكت، عمي اسكت 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 يا بس. سيد عايش يقول ترى اقرا عربي وهذه. يسلم عليكم للزفرة، خلصونا على ابو السستاني، على ابو الجابة، على ابو بريطانيا، مقدبوا امريكا وايران. يومية طالع عنا واحد زبالة، يومية طالع عنا واحد عالم نابغة ويقول لك احكي زين. اي واحد من ولد حازم يدخل القناة الشباب يخلوه يصيح للصبح للصبح للصبح، يخلوه يصيح هذه، ودقوا راسكم بالحيطان. ما لي شغلة، خلوكم تصيحون يا ابو فاضل للصبح. قول لا صح لك مقتدى. حبايب اشكر متابعتكم، ان شاء الله هم نلتقي مرة ثانية، واريدكم كلكم تتطوعون بالجحش المحشي الجديد، لان اكو جهاد وقافي نمبر 2، هذا المضجع قال لي اياه. احد مبارك، وباكر هم اثنين مبارك، وكل الايام بالاسبوع مباركة، تصبحون على الف خير. بالمناسبة صارت مراسلات بيني وبين حبيبتي مرة ثانية طرشانة، قبلة المهر ماتي جدرين فافون وكيلو رز بسمتي وشعرية وطن بهارات. باركونا، تصبحون على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.